أموالكم تماما كأمجادكم ليست خالدة، ولكني أحترم ماضيكم وعليكم احترام ماضينا. نحن أيضا لنا تاريخ وعلوم رياضيات وطب. في قرون ظلامكم قدنا العالم في المعارف. كم يوما ستحتاج لترتيب استسلام رجالك؟ نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت، ولا تظن أنها النهاية. سيكون عليكم أن تحاربوا الجيل القادم والأجيال التي تليه.